I'm
لك عمر شو تزاني؟ وجيب ليا قالت لك دوز عندها في الوحده صافي وبوش ترى بدوز عندها في الخمسه هذيك ما بديش دوز عند جمي دروك جمي كاين كاين دابا الله يعاون الله يعاون موعدا
لكم مواعيد عديدة مع نفس الفرقة في كاملي بقاع الجمهورية. ماشي غنعطيك كل شيء، أنا دابا والله دابا ما كاينش واحد ما كيفرقوش بين بنادم كيلحن وبنادم كيقلب كيبحث. ولكن باش تلقى اغنيه مثلا تلقى اغنيه من عام شي واحد لماذا؟ خلي الجديد واش غدير مع لك الجديد؟ حنا وزيد تاع المطر الجديد راه كيجي ملي كيجي الجديد راه كدير الجديد هو اللي كياكل ولا لا؟ كتطيح فكيجي كيجي الهام تيجي بوحدو اللي كيفرضوا عليك انك دير واحد الحاجه ما تجيش كتجي مرتجز كتبحث خصك تبحث على قصه كيفاش كانت واحد الاغنيه عندها قصه وعندها بحال هذيك واحد الوالده عاودت لي واحده مزيانه مهمه واحد الراجل هو بنته صغيره وهذا الشيء وفي في عام الجوع داك عام باقي ما تزاد لا انا ولا انت ولا حتى واحد ولا حتى كاع حتى قال لي هذيك قول له حميده باقي حتى هو غير ما تزاد الساعه واحد الراجل هو بنته كيطلبوا بهذيك الاغنيه حبابي طباوع ومتابعه يا كله اخونا الله شي كدير شي كدير كيف خازنا شي والبنت كتعد الكلام والبو هو اللي كيرضى على هذيك انت قول له انت قول له اخونا في الله كاينه هذه وكاينه هذيك صغار الرياح الهيجه وصغار الرياح الهيجة كل عديم يدور عديمي غادي عديمي غادي باش تبع عجباتك شادية ماشي ما عجباتنيش الله يهديك أولا نذكر من ناحية الكلام من ناحية مثلا في نظري من بعد أنت غادي تعقب كيما بغيتي أنت مثلا قلتي في الكلام عيون الظالم نايمة أنا في نظري عين الظالم نايمة طبعا غتكون عين الظالم نايمة لأنه مهني هو ظالم كيصعب راسو وقلب المظلوم حاضي ماشي عين المظلوم قلب المظلوم حاضي يعني هو اللي مألمه غير أنا الحاجة اللي يسمو هو مزيان شري قلتي غير أنا نعسري ذاك الظالم هذاك الظالم أنا خصو ما ينعس دابا خصك كلشي دير فيه الضحك خصك كلشي لابد تبدا دير من دون ضحك وما بقاوش لا عام ما نضحكو وندربو من بعد واحد من جوج عام نضحكو دابا وندربو من بعد اللي كونا موسيقيا وعلال فبالفضل ديال علال بنادم بلا كيعرف ها فين كاين الرصد ولا ها فين كاين البياتي ولا ها فين كاين مثلا بياتي على الضو ولا بياتي على الري ولا بياتي على الصول ولا كيعرف فين يقدر عشان مقام موسيقي يقدر يغني فيه ويكون مرتاح على سي صباح بعدنا عرفنا المحطات على زند العود اليوم غنعرفوا مقام الرسل اول مقام ودليل المقام المي بربع والسي بربع في الصعود في الهبوط كيتبدل السي بربع والسي بيمول دابا غادي نبداو جميعا نصوروا المقام على الاله واحد جوج Thank you.
علات لي عارف واش باقي تفكر ولا ملي جيت انا وبوج مع مسكي الله يرحمه في العشيه كاين البنادر من عند عاد الغياطه ومشينا عند علال باش نسجلوا الصينيه الغد اللي كنا خصنا نسجلوها شحال كنا دير من هذاك النهار تبرنا شي نص ساعه تقريبا ساعه اللي تدخل عليها شحال هذيك تاع الشقه خمسه بوجينا قلت لي انا غير كرسي باش نقدر نجلس مزيان ونعس مزيان هو يسحبني عند دليل الاخراج ولا عاد كيفاش قصد بها هو قال لي خصكم تغنيوا على الحب كان دير حنا ماشي ضد الاغنيه العاطفيه ولا ضد ما عرف الرومانسيه ولا غير هذه الاغنيه هذه كتهضر على الصينيه وراه فيها حتى هي المحبه والصينيه اللي مجموعين عليها الناس وكيتقال الكلام ديالك فين الهلج فين هل الجود والرضا فين حياتي فين حومتي واللي لي هذا ماشي محبه هذه هذيك اللي جيتي تشوف هذيك الساعه كانت الاسم مازال ما كان مازال الاسم مازال ما عرفتش واش بغيتي يدير عصي الله يرحمه وجمعه وخلاص هذا معنا خيمة البرح هذه أغنية على صديقنا المرحوم بوجمعة صدق ما زلت حدايا قلت الخي خي ضرب الحية قلت الخي خي راس الحية خي مات البارح واليوم جات خباره خي مات مديوم ناسي أهله وكاره شاد والغيم ظلام عليه والحباب قاع قفات قيد فريد والعمدة عليا ومن المحال من المحال قلبي باش Thank you.
وسنور على سؤال ضروري نديو معنا واحد ديالنا من هنا. واخا ما يكون مشكل ان شاء الله، ما يكون مشكل. ثم قضيت داك الشونج وداكشي صافي، بارك الله فيك. ونعاود نتصل بك اخويا، اتصل بي انت قول لي الا كان شي جديد ولا ياك. وهذا اخويا الله ينيك رجاء، الله ينيك اخويا. بسلامه بسلامه. بدا جوتي نعاود لك، نعاود لك على حياتي كيفاش بديت زعما نهار الاول. كاينه قضيه عندك، الناس اللي تزادوا في 46 و45 و47 وحتى 48، يعني الشباب ديال هاد السنوات هادي 40ات و50ات الى بغينا، كلهم كانوا مولوعين بالادب الشرقي، يعني النغمه الشرقيه، حمد عبد الوهاب، فريد الاطراش، اسمهان، فيروز، ليلى مراد، يعني عبد الحليم، احد المرحومه كلثوم، يعني المهم مولوعين واحد بواحد الشكل لا يتصور بالنغمه الشرقيه. وانا كنت من ضمن هذوك الناس تاعهم، لدرجة أنني دخلت الإذاعة ديال الدار البيضاء باش نولي مطرب، كنغني بالنغمة الشرقية وهذا. شكون يعتقني من هاد حقا؟ ماشي مصيبة، ولكن واحد الغلطة اللي اسمه هو المرحوم بوجمعة. قالوا لي شوف، أنت باغي تغني في هاد الإذاعة، كاين اللي قبل منك هنا كيردوا لازمة 20 عام ولا ما عرف شحال، هما كيغنيو هنا وما قدا والو، عاد تجي أنت اللي اسمه تبغى تغني. قال من الأحسن تمشي تعمل المسرح، يلاه معايا لعند الطيب صديقي، عنده فرقة كدير الأدب الشعبي، كدير المسرح، مسرح القرية ومسرح البساط اللي هو مزيج من الغناء الشعبي ديال بلادنا. وتاني أنت واحد إنسان مغربي، خاصك تقلب على مسائل المغربية ديالك اللي توجد فيها ذاتك وتغني أدبك الشعبي، بعدها هو الأول عاد تقلب على أدب ولا نغام أخرى ديال دول أخرى. وقال في قصيدة الخلخال: يا من هو في الهجرة فريد، تايه باكي شاكي هميم، مجروح بحالي وقت ما شاف الزين، ورقته تصفر وتدبال، حضر بالك ليا وكون عايش في طيب وصغان عايش. لا بوجمع بسكيدة عقدي يعني، فاش دخلت أنا المغرب الأولى، فاش دخلت المسرح وتلقيتي لي أنت وبوجمع جايب أنا ذاك الفيديو. عقلت 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 يا رسي 67 الله يرحم بوجمع بسكيدة، جاوب لي صبغ لي في الكوتي صغار بدي يوم المسرح باقي صغار 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 من الله يرحم. شتي معك واحد المدير عقلت عليك وجهي وخازن وقتها بحال صالح المكي. كانت والدك كمدات لي كمدات لي البندير واحد الشويطه وهذاك الشيء غادي وهذاك البندير بعد عاودي تاولي بحال داك الجلد اللي قلتي ماشي كاع ديال الماعز ديال الغنمي. لا ديال الغنمي هذاك ديال الحولي ديال الحولي عندك الحق دغيا كيبرد ويلي ماشي دغيا ماشي دغيا كيبرد. ونسيت انا بالله المسرحة كانت في هذيك الساعة تقرب واحد 30 بندي وما عرفتش شحال. كنا هذا كان لاباس لاباس هذا الشيء خادم أويلي محمود شاف في الوقت. ناس الغيوان ما في الحقيقة في نظري أنا ما هماش مغنيين بالمفهوم الكلاسيكي وبالمفهوم العام، بل ممثلين كيغنيو، يعني شبه ما يسمى قديما عند الفرنسيين لي تروبادور، أو حتى عندنا حنا كنشوفوا بأنه كاين في بعض المناطق مثلا في الأطلس كنشوفوا بعض الشعراء، أربعة ديال الشعراء أو ثلاثة ديال الشعراء كيتمشاو من سوق لسوق ومن دار لدار ومن حي لحي ومن
كيغنيو مسائل كتهم الناس، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا يعني مسائل خاصه بالناس. ومن هنايا كان نجاح ماشي غير الناس الغيوان كانوا في المقدمه ولا زالوا، لان الشعب المغربي يعني شاف نفسه وبالو بانه هذاك العمل بالنسبه ليه هو مراه بالنسبه للمشاكل اللي يمكن يعيشها وبالنسبه للمشاكل اللي كيعرفها يوميا. سيدنا الله يخير الحرب يسقينا منه لا يجعل بركته تكون معنا تكون مع الجميع يتحل الزهر والمزهر يجعل غرض يقضي عشاء يتحل الله يقضي الغرض الله يجمع الشمال الله يتوي الخوى يتحل المعلم ديالنا الله يدل البركة الله يحفظه الله يجمع الشمال إن شاء الله وجوه قاربين ومطهور راغبين ومرغبون واقفين باب الله سيادنا إن شاء الله زاهرين إلى زارو قدامهم ساروا لله المؤمنين إلى الكرو إن شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وسلام
واش الحق قفة وعطاف الضبار حلف حلفة ما ظهر له آثار واش الحق قفة من زمان قفلوا عسري ساروا توما في الحياة مبداها الخير والشر الحرار والسبايا العيب فينا بالأطنان لا لغة موحدة ولا مايا يا حرتي في بنادم واحد وكترت الديان ياك داك انسان وداك انسان ياك هذاك لذاك مرايا ياك هذاك لذاك مرايا ربي موري المغيرة يا ناس ربي موري المغيرة يا ناس
وذا العالم من قديم خاصه نغزة والمنازل تتبدل وذا العالم من قديم خاصه نغزة والمنازل تتبدل
الموجود لا إله إلا الله. أحمد سيدي العربي لعيش أحمد أشتتا لعيش أحمد لحظتنا يابا لعيش أحمد ولا يا عمر يرحم باش اللي يشيرون امين صافي صافي غينا الا هاد المراه هاد المراه هاد عيشه احمد عندها 115 عام وتصور جايه على رجليها من سيدي زاو شوفوا هاد العجب هذا غادي بغيت نقول لكم انا واحد القضيه شحال هادي وانا كنبغي نقولها لكم بالحق عافكم ما تثقوش بيا غادي غاقول لا حتى واحد لا حتى واحد ما يثق بيا بالحق لا بدا ولا بدا خصني نقولها لكم لانه لا تتوقع لي انا هاد السيده وليت تنشوفها في كل شيء وليت تنحلم بها شفتها في واحد العوينه وعاوتاني كديت شي مره من جهه البلاكه ديال الطوبيس وبانت ليا واقفه واشوف واش خلينا وما عرفتش شي عندك خليه لا حول ولا قوه الا بالله تاشي راه في صالحه هادشي في صالحي متفق معاك ولكن هادشي غير الواقع انا كنعاود لك كنقول لك اللي وقع ليا كنقول لك اللي وليت تنشوفه وليت تنشوف في الحلم في دايز من قدام العوينه وبغيت ننزل نشرب منها بانت لي السيده واقفه شافت فيا وبدات كتضحك عرفتي اش غدير نوض تخدعك والله الا مروض تخلونا نتوما كلشي عندكم ضحك واش كترجعوا ضحك ما بقى معاكم كلام اصاحبي والله ما بقات معاكم شي باصلي والله العظيم باصلي وتصور هذا الراجل وحق الله العظيم يعني ما تسويني حلو واحد المره في الدار ديالو دخل بيه وشد واحد الكتاب كبير وبدا كيقرا من كل بلاصه تقول له ما عرف كيقرا 1000 مره 1000 مره 1000 مره من هذه 150 مره من هذه وكاين شي ايام ما عرف شي كلمات اخرين وتصور هذا الراجل هذا وجاب ديك العطريه ودارها في المجمر وتخلط داك الشيء وما تخلط فيه ولا بحال شي اللي شعل داك الشيء الطفيه دار قلب ولا بلا ما بدأت باسم إله روحي به اهتدت إلى أكشف أسرار بباطنه انضوت وصليت في التالي على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت سألتك بالاسم المعظم قدره بأجأه والجلجل والجلجلت فكن يا إلهي كشف الضر والبلاء بها جلا هما بها الهلت عقلي ضار مع هذه البنت أمي كنشوفها في كل فيما مشيت تتبان لي حتى دابا نيت كنقرا في هذه العزيمة بنت ليا في الكتاب تلفاتني علاش كندير عرفت كان هذا البنت ما عرفتهاش منين جات جاتي ديرو بنادم ولكني كان واحد العلاقه اللي ما نقدرش نتفرق بها مع الغناء نهائيا ندير الموسيقى لاي حاجه لاي مسرحيه اي شي حاجه ولكني الغناء ما نتفرقش معاه انا الغناء في الدم بدا ليا الاول واحد الحاجه اللي كتكون فيك
كاينه ما يمكنش يحيدها منك شي واحد و... وكنظن هذا سؤال شويه سؤال جيت ليه اش غادي دير الى جيتو بنعتك الغنى نخرج فيك انت الاول بعدا انت هو الاول بعدا غادي شوف لكن كاين بزاف ديال الحوايج اللي قد يدير الانسان ديروا مثلا على ان بنادم هاد اليد يد ولا رجل ولا والله يجعل السلام ولا واحد شدو الشيله ولا شي حاجه كاين بزاف الحوايج اللي قد يدير اللي كان ممثله اللي يقدر يعاود يدير مسرح يقدر يكتب الانسان يقدر الانسان يعمل الشعر يقدر الانسان يكتب القصه يقدر عطى الله ما يدير واحد كتبقى كيف قلت لك كيف قلت قبيله ملي كانت مكازا سلام على ان ما يمكنش انا نبقى عندي 50 عام وانا كنضرب الطبيلات 50 عام وانا كنضرب الطبيلات ولا عمر 60 عام وهو شاد البندير ولا شي حاجه وشويه يعني يقدر بنادم يمشي يعمل عطى الله ما يدير ميدان ديال الفن واسع ماشي يا سؤال هذا والله العظيم الا سؤال لنا واحد المره كانوا سقسوني قال لك الا ما لو كان ماشي هاد الغناء كون ماشي ناس الغناء اش غادي حقيقه كاين بعض الفنانه اللي كيجاوا كيقول لك اودي انا غادي نكون طبيب ولا كنت غادي نكون كان ندير تيكيت البوزرو ولا غادي نلصق التحميره لسيدي بولقناد ولا شي الناس اللي بقول قلان لا المهم في هادشي كله بالمعقول هو انا كنظن باللي ممثل كنظن عندي زعما هوايه التمثيل اكثر منها ميل للغناء ما هموني غير الرجال الى ضاعوا الحيوط الى رابوا كلها يبني دار ما هولوني غير الصبيان مرضوا وجاعوا والغرس إذا سقط نوضوا الغرس وأشجار والحوض إلى جف والسود نعناعوا الصغير في رجالنا يجنيه فاكية وتمار ما هموني غير الرجال إلى ضاعوا الحيوط إلى رابوا كلها يبني دار بزاف الناس غالطين فيها عشا قنديشا كلشي الناس كيسعبوها على انها جنيه وداك الشيء والعكس هو اللي كاين عشا قنديشا واحد المره اللي عملت حرب العصابات اول مره عملت في العالم حرب العصابات كانت بنت جميله الجمال ديالها خلاب يعني الراجل كيف ما كان النوع ديالو قدامها ما يقدرش يتحكم في العواطف ديالو كانت كتسكن حدا الجرف الصفار جيت جديده في الدخله ديال البرتغال ملي دخلوا كان الدوار ديالها هو الاول اللي بداو به قتلوا كلشي هي كانت خارجه من الدوار ملي جات ولقات هذاك الشيء ميت وقعت لها صدمه عبيد الصنك المعبود يا قلوب الحجر
قلوب طايشة مليانة بالغدر سنسلتو القبور ها الحق ها المنكر نخز الصخر من هم البحر شكا والرياح العاصفة هجرت البرق والرعد ما بين صخرة جامدة وعوا في زندة نصهد الريح حمدة هذا مهمز ونغز هذا ما يرد عليه لا دواء يداوي حسبت عشرة وعشرة عرفت شحال تساوي قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة بالبطانة راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة واش الفرق بين انت وانت وانت وانا تلاقات مع واحد جندي كان جا مع البرتقيل اسمه ماكدونالد دابا كيقول لي سيدي مجدون هو اللي دخل عليها ثلاثه من بعد جاتها فكرة ديال الانتقام بدات في مكان شي عسكري برتغالي وحدو تتمشي وتظهر له بنفسك الطريقة اللي كيقول لها انا كتبان تتغباء ولا شي حتى كتدير ليه تكون لي خلل في عقله او شي حاجة ومن بعد تقتلو وهكدا عن البرتغاليين تعرفات ولاو تيقلبوا عليها وتيبحثوا عليها هذاك الوقت كان واحد الوالي اخر كيقول لي دابا سيدي احمد بن المسناوي هذا سيدي احمد بن المسناوي كان تاجر عنده قافله كيدور بها سمعت بيجا الجديده خرجت لعندو يعني ارسلت له شي حد اللي اتصل به من بعد اتفقوا وداها في تلديس في الطريق كان كيخرجها بالليل الناس كي خرجوا ديما بالليل في الطريق تلاقات شافوا هذوك الناس اللي كانوا معاه كيف قلت لك هي يعني جمال ديالها خلاب اللي شافها من الرجال لا بنت ولا بنت يعني كتعجبو وقعت عليها شي مضاربة وقعت عليها هذيك المضاربة وقتلوه قتل جيت قريب جيت سيدي حال من بعد هي هربات سيدي رحال هذه الساعة كان باقي حي كان تا هو كيعبد في الجبال اللي جيت واخذ معاه سيدي رحال حتى هو نيت ماشي لكن هو كان كيمن كان فقيه كان متصوف في هذاك الشيء ما ماتوش هنا مشات وجاتهم الحقيقة وبزاف ديال الأولياء بزاف اللي خدموا مع عائشة قنديشة حتى كونت واحد قرن واحد العسكر اللي خرج واللي تحارب مع البرتغال وهذيك الساعة خرجوا وتحاربوا معها بالمناجم وبالمدغات وبالشواق حتى ماتت القبر ديالها حتى واحد ما عرف هذه تقريبا هي قصة عائشة قنديشة ¡Gracias!
وندوبة مرحبا طريق الخاوة مرحبا حرية قودة مرحبا ورمه يا جم مرحبا لو ما كانتش عندي فيك ثقة كون بلاتي نكمل على كلامي راه البرهان هو البرهان هو هذه القضية اللي غنقول لو ما كانش عندي فيك ثقة وما كون مشيت ياك ومشيت عند هذاك الرجل ونوض تحيحه وتبعت هذوك خياتنا وقلت له ها تشوف ورينا سيدي الكونطرا دابا باش دير هذا الرجل ودير هذه ونوض حي ولكن انا عندي فيك ثقه عارف على انك ما ديرهاش ولا نديروا محامي وحنا ندعيو هذا الرجل حنا كاع ماشي حنا اللي غادي ندعيو مشكل كبير واه عمر مشكل قصير مشكل قصير ماشي عام مشكلنا حنا بوحدنا فيه فاطمه بنت الحسين فيه قشبل وزوال فيه حدا عكي فيه فلان وفتلان فيه دوك الكبار تاع الاغنيه لا في نيويورك ولا في روسيا ولا في الصين ولا في الهند كل شيء هذا مشكل عام ديال الكونطرا اللي ما كيعرفوش بزاف الناس الكونطرا هذا طيح حتى تعيا لان خاصك تكون محامي او خاصك تكون واحد تيفهم الكونطرا هذا لان الكونطرا هذا فيها فخ وانت مسكين يلاه فنان واش انا خصني باش نفهم الكونطرا هذا نمشي انا ديال كليه الحقوق كون قد كليه الحقوق كاع ما نكون انا في سي فري ايوا هادو مشاكل يعني كاينه لكن اللي كيبقى بيناتنا حنا غالطين بزاف علاش انا كنديروا مسائل زعما حنا مسالمين كنبحثوا في الاغنيه الشعبيه الاغنيه السلام لابي هذا الحق خصو يكون عندنا محامي اللي دافعنا على حقوقنا غادي يوجهنا هذا ماشي مسالم استسلام كاين فرق بين استسلام واحد مستسلم وواحد كيدير السلام
ملي كيجي واحد عباد الله كيجي بحال جاكين طاك كيبدا يكذب عليك، انا غندير واحد الفيلم اللي الخيل كيدوز من فوق راه يوصل الخيل كيجيو هكا كنت باغ كتشوف تشوف الطائف داك سمو عليه في ليزار وكيدوزوا الخيل من فوق منك وبنادم داير فيه هكا ورغم هذاك الشيء كتمشي نيت وكدير معاه جوله. علاش؟ لان واحد كيقول ليه واحد كيقول لا واحد كيقول لا واحد كيقول لا ايه لا نمشيو مع هذا الراجل لا ما نديروش مع هذا الراجل. ملي كتجي انت وكتبغي تقول لا اجي سيدي ندير واحد القضيه، علاش ما ديرش واحد ثلاثه الحفلات بثمن ودير حفله وحده غير حفله وحده تعطيها لولاد الشلال فابور نديروا هذه القضيه فابور تعطيها بلا فلوس بلا حتى شي حاجه تعطيها هكا وتطبق عليها. المهم اللي نديروا شي جوله ان شاء الله ما كيتمش دير اسيدي ستاديال الحفلات دير فيهم الثمن وديرهم داك سمو عليه ودخل عباد الله بالماده وهذاك الشيء وعلى الاخر تعطي واحد الحفلات لا ولا تعطيها لهذاك لا فرانك ولا جوله. بغيت انا بهذا العالم لا راحه ولا نظام غير الفوضى وزيد القدام واحد انا القناوي ياوي ياوي القناوي القناوي سيد الرجال ولا فو بلا ولا فو بلا وعطاني وحده وادرك حيدوا علينا من هنا اعطونا ابتساء حي انت تتبلغ في عينك حيد علينا من هنا. علاش علاش حاجه وحده دائما يوميا مع العشرة ديال الليل كيجيب واحد القاعده كبيره ديال الكروش خامسه قاعده خامسه بالنا وتقول هادو راه ملي كاين وحدك القاعده ديال داك الكروش تقول شي 35 تعلب داز التمر تقول هادو تقول هادو التعلب تقول هادو التعلب ديال السيرفيس وغادي يجدو كل شيء والمصيبه هادي وصافي. المهم انا حاصل هذاك الخنز ولفته يعني وليت انا كنخوي مع هذيك القاعده ديال الكروش اللي خدام معاه من تما جا المرض ديال العين علاش انا داير الخنز We'll be right back.
واش هذا؟ واش هذا هو اللي تيقول لي الواحد الواحد الله كاين الله والنبي الله العظيم انا واحد حنا في الصويره تاع حنا واش الميزان اللي جديد الميزان ديالك جديد هو هذاك اللي دور مع الراجل عاد ذاكر دور بعدا مع الراجل ياك الله يطول عمرك دور مع الراجل هذاك الشيء ديال العيساوي عندكم حتى كاين هو الشيء هو كاين موجود بلاتها هذه بركه دير الراجل بعدا شي بركه ودي عاد زيد لي اخويا المحبوب الله عليك واحد اخر لانه تنصوب واحد شي حاجه شي طريفه كنديروا في هادشي ديال الحلوش واخا حنا غادي مع شوفوا واخا زوج فيها شويه هذا الواحد وصلحت راسي مع كتب موسيقيه وكيعجبني هادشي ما نقدرش نتخلى عليه الا كاع تخربقات كما تيقولوا ما بقى والو يعني يقدر الانسان يدير شي حاجه شي مهنه اخرى الا بقى عجيب هذيك التخربقات الى التوبان ما عنده الصح واش غادي يمكن لي واحد غادي يقضي يدير لان هذه هي اللي كاين عندنا ما غاديش نقولوا محدود راه محدود زعما راه مابقى ما يدير ولكن هذه الحاجه اللي كيلقى فيها راحته الا كان داك اللي كيجمع الطوارو ديال الزبل كيلقى راحته بجمع الطوارو والزبل راه ما يمكنش ديرو مدير تاع السيمكا ويولي مدير ما يمكنش هكاك في يلقى راحته ما غاديش تقدر تبدل والمستقبل ما نظنش شي واحد يقدر يعرف شنو المستقبل ديالو بالاخص الفني انا كيف الطلوع كيف الهبوط الهبوط صعب هبوط صعب يمكن تكون عندك الثقه في هذاك الشيء اللي كدير بينما هذاك الشيء اللي كدير راه ماشي هو هذاك من ناحيه اخرى المهم الله يكون في عون الجميع لا لا بحال دابا انت نيت دابا انت نيت انت كدير مخرج ديال السينما الا حيدناك دابا وديرناك حيدنا لك الاخراج انك ما ديرش غادي دير غادي تمشي كمل دير غادي دير غادي تلقى ما تخدم تبقى قال واحد كاع يمشي
كاع كيف كان واحد الوقت كاع الاقربي الاخوان كلهم كان كان في الاول كان خدام شي شعفه. انا خدام في الحوت خدمت في القصب وما خدمت في الليمون ولكن ما ماشي هي هذيك ماشي هذيك اللي كيقلب على الانسان واش يبغي. غادي ناخذ نيت انا السي احمد المعنوني وغادي ندير واحد البلاصه يخدم فيها نقول لا سيدي انت ما غاديش تبقى دير اخراج السينما غتمشي للوزين ديال الكوربات تخدم الكوربات ونبزز عليه ونحط عليه ما عرف جنوي ولا فردي ولا شعر نقول له والو غادي تخدم هذه ولا شي حاجه غادي يقدر يدير على انه خوف. I'm not.